الآن هناك الحكومة دعم سياسي كبير متبنات. للحكومة سيد نعم بهاء، تعتقد أنه الحكومة ستنجح في ملف القوات الأجنبية في العراق والتعامل مع هذا الملف سواء بالبقاء أو المغادرة؟ مساء اللي جاء لأن أنت لحظة. دعم سياسي لا يفترض لا أنه يختلف عن وضعك هذا. طبعا الحكومة الآن عندها جدية واضحة وجاي تشتغل بصورة واضحة ومرتبة وسريعة، فأعتقد هذا الملف راح تصير حقيقة إلى معالم واضحة قبل معالم غايبة مالته. ماكو يعني وضوح في هذا الملف، بس أعتقد بحكومة السيد محمد الشاع راح تكون المعالم واضحة وراح تكون الإجراءات واضحة، وأعتقد لا الحكومة رئيس الحكومة والحكومة يقبلون بانتهاك السيادة ولا مجلس النواب. واحنا في مجلس النواب كل العمليات اللي صارت صار بها استنكارات وصار بها اجتماعات مع الحكومة، بالتالي هي الأداة الحكومة مجلس النواب اللي عليه قدمها، فعملية السيادة حقيقة لا احنا تمام سيد نتفق مع الحكومة أنت فيها. تقول أن الحكومة ستكون واضحة في هذا الملف وأكثر وضوحا من الحكومة نعم السابقة، لكن عندما نقارن بين تصريحات الحكومة وما يصدر عن البنتاغون أو المتحدث باسم الحكومة الأمريكية نجد أن هناك اختلاف كبير في المفردات. مثلا الجانب الأمريكي يتحدث عن علاقة مستدامة في مرحلة ما بعد الحوار مع الجانب العراقي، في حين أن الحكومة العراقية تتحدث عن انسحاب ومغادرة للقوات الأجنبية، فماكو وضوح. شوف لا هذا لا شنو لا أفسر؟ لا لحد الجانب الآن الأمريكي جايب أنت لك أني أنت مقبل على علاقة أنت مستدامة. ها لحد الآن لحد الآن ما كاملة كل الإجراءات. الحكومة اليوم الآن بدأت تتفاوض مع الجانب الدولي التحالف الدولي، فبالتالي لحد الآن لا الحكومة عندها متطلبات، هاي المتطلبات على التحالف الدولي أن يقبل بيها، وبالتالي احنا نريد نرتب العلاقة. هسه احنا هم نريد نقول لك يعني خلص الموضوع، لا بالتالي يجب أن تكون علاقة تبنى على أساس احترام السيادة العراقية. يعني احنا ما نقبل تجي مسيرات تضرب قوات مقراتنا الأمنية في بغداد ويستشهدون ناس تابعين إلى أجهزة الدولة، يعني بالتالي الدولة مسؤولة عليه والبرلمان مسؤول هم كذلك. من يعني هذا ما نقبل به، هذا انتهاك واضح للسيادة. خو ما احنا نقبل شنو به. اللي سويناه مقابل هذا؟ فمقابل هذا صارت هذه اللجنة بدأت تاخذ دورها، لكن في نفس الوقت يراد وقت للحكومة أن تنهي هذا الملف.